تحركت وزارة العدل على واقعة محاولة اغتصاب نزيل في سجن التاجي بناء على ما عرضته قناة التغيير، إذ بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار مع مدير سجن التاجي ماجد صدام محاولة الاغتصاب والإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك. وأكد وزير العدل في بيان أن إدارة السجن قامت بجميع الإجراءات القانونية عند تقديم النزيل شكواه، وتم عرضه على اللجان الطبية وأرسلت الأوراق إلى محكمة تحقيق الكاظمية، مضيفا أن الوزارة تنتظر الإجابة من الجهات المعنية. وأكد وزير العدل أن الوزارة تضع حماية حقوق النزلاء كافة على رأس مهامها الأساسية لما لها من أهمية في تحقيق العدالة وحفظ كرامة الإنسان، وتلتزم بتطبيق المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي. وكان برنامج من بغداد الذي يعرض من على شاشة قناة التغيير تلقى اتصالا من شقيق سجين أكد خلاله أن الأخير أبلغ ذويه بأنه تعرض للاغتصاب على يد عدد من السجناء في سجن التاجي. شنو قضية الاغتصاب اللي تعرض أخوك؟ أخي بس والله قبل ما تكلم جتنا معلومة عليه أستاذ نجم، هو في سجن التاجي مواليد 97، كان بالأحداث أي وصار له 3 سنوات تقريبا 4 من جابوه السجن التاجي. فابن عمي داوم بالتسفيرات رايح عليه يشوفه لان تعرف ماكو مواجهه. اي. فهو مسولف له لابن عمي قايل لاني اغتصبوني جوا من ولد كبار يعني 4 5. قال له ما اقدر اقول يهددوني. اللي اغتصبوه سجناء؟ سجناء نعم سجناء تاج النجم. يعني مسجونين وياه؟ قال له اغتصبوني. قال لي جاي يغتصبون بيه جاي يطون وانا ما اقدر احكي جاي يهددون بيه بس تحكي انكتلك. للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا المتحدث باسم مرصد افاد عبر سكايب من الدوحه الاستاذ حسين دلي، اهلا بك عبر شاشه التغيير. وبعد التحيه، ما هي الاجراءات المتوقعه للتحقق في قضيه هذا النزيل وقضيه هذا الاغتصاب للشاب وكيف يعالج هذا الموضوع؟ شكرا للتغيير، تحية لجمهورها الكريم. أعتقد أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تمارس فيها انتهاكات بحق السجناء خصوصا في السجون التابعة لوزارة العدل ووزارة الداخلية. المطالبة الحقيقية اليوم ليست بفتح التحقيق في حادثة أو اتهام سجناء باغتصاب سجين آخر كما أوردته قناة التغيير، بل تتعدى إلى ضرورة صدور نتائج التحقيق وأن تكون هذه النتائج بشفافية حقيقية. للأسف هذه الشفافية لم نلحظها في تحقيقات سابقة لوزارة العدل، بل إن كثير من التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج، وبالتالي المعالجة الحقيقية تكون بمشاركة جهات أخرى غير الوزارة. أنا أعتقد أن السجون وزارة العدل للأسف تزخر بكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. كنا قد عرضنا في مرصد أفاد في تحقيقات وحملات سابقة عن وجود تجويع داخل سجن التاجي، عن وجود تعذيب كشفت عنه الجثث التي تسلمها ذو بعض الذين توفوا من السجناء في سجون التاجي والحوت على وجه الخصوص. وبالتالي فإنما أثير اليوم أو أمس في موضوع اغتصاب هذا السجين يستدعي أن تكون أكثر الجهات. طب سيد حسين، أنتم في المركز في المرصد يعني تقول بأنكم شخصتم كثير من الحالات ووضعتم تقارير بالتأكيد عليها حول تلك الحالات، وبالتالي كيف وجدتم تعاطي الجهات الحكومية العراقية مع تقاريركم ومع ما شخصتموه أنتم في المرصد في هذه السجون؟ الحقيقة أخي الكريم، الكل يذكر قبل 4 أشهر عندما صدر التقرير الأممي واسع نطاق من 35 صفحة يتحدث عن انتشار وتفشي ظاهرة التعذيب في السجون التابعة لوزارتي العدل والداخلية. قوبل هذا التقرير الأممي الذي استقي من لقاءات مع 235 شخص في السجون أو خرج من تلك السجون، وأشار إلى مظاهر واسعة لهذه الحالات السلبية المنتشرة في تلك السجون. ومع ذلك فإن وزارة العدل ردت على هذا التقرير الأممي
الذي تمتع بكثير من المصداقية وفق الآليات التي اتبعها، ردت بالاستخفاف بالتقرير، وردت على هذا التقرير بأنه تجاوز الحدود وأنه لا يحق للأمم المتحدة وممثليها أو المفوضية المعنية بحقوق الإنسان بإصدار مثل هذا التقرير. فهذه الاتهامات من وزارة العدل لمثل هذا التقرير الأممي توحي بالآلية التي تتبعها وزارة العدل، ناهيك عن وزارة الداخلية في مواجهة التقارير الحقوقية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العراق. وهذا التقرير الذي كشف عن وجود بالمناسبة حالات اغتصاب في السنة الماضية في عدد من السجون العراقية، ناهيك عن وفاة عدد من السجناء آخرين، التجويع، الابتزاز، تهديد المعتقلين، ما وصلنا في الفترات الأخيرة أن بل حتى في هذا الحادث أنا قرأت بعض الأخبار تشير إلى أن بعض السجناء تعرضوا للتهديد بالتعذيب أو عقوبات قاسية أنهم سربوا عدد من المعلومات التي تشير لوجود ظواهر غير صحية وغير إنسانية موجودة في سجون وزارة العدل، خصوصا كما قلنا التاجي و الحلة في بابل والحوت في الناصرية. طب يعني أستاذ حسين، يعني أنت تحدثت عن الكثير من المشاكل في سجن التاجي، التجويع وصعوبة مقابلة ذوي المحتجزين، أيضا كثرة الأمراض لديهم. هل الآن وزير العدل يقول بأنه يضع حماية حقوق النزلاء كافة على رأس مهامه الأساسية، وما نراه على أرض الواقع أنه بعيد كل البعد عن تطبيق هذه المعايير التي تطالب بها المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ ما هو الحل برأيك؟ يعني العناوين وحدها لا تكفي سيدتي الكريمة، وزارة العدل مطالبة بتحقيقات شاملة وواسعة ومراجعة دارات السجون والضباط المسؤولين عن التحقيقات مع السجناء على وجه الخصوص. قبل 40 يوما انتشر مقطع فيديو لعوائل عراقية قدمت من مناطق متعددة لزيارة ذويها بعد انتهاء فترة الحظر من اللقاءات، وشاهدنا وضع مأساوي لتلك العائلات على الطرف الخارج، السور الخارجي لسجن التاجي، ينامون من الليل بانتظار ساعات الصباح الأولى للدخول في طوابير للسماح لهم بمواجهة أبنائهم وذويهم. وللأسف بعض الحالات لم تستطع حتى زيارة هؤلاء السجناء لأن الأعداد كبيرة، ولأن عمليات التفتيش والتدقيق المذلة والمهينة ساهمت في تذمر وشكاوى. طب كل هذه المشاكل وكل هذه البلاوي يا سيد حسين، أنتم تشخصونها أنتم كمنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومتابعة هذه الانتهاكات، وهي منظمات محلية نتحدث، تشخصونها ولكن لا تجدون هناك تعاطي إيجابي من قبل الجهات الرسمية، هل هذا يدفعكم أنتم كمنظمات إلى تدويل هذا الملف؟ الحقيقة هذه دعاوى التدويل لها أشهر ربما سنوات في كثير من الأمور التي تتعلق بحقوق السجناء والمعتقلين والمهجرين والمخطوفين والنازحين. كثير للأسف هي الملفات الحقوقية التي تستدعي التدويل وتدخل الجهات الدولية والمجتمع الدولي على وجه الخصوص، لكن للأسف تعاطي المجتمع الدولي ليس بالمستوى المطلوب رغم فداحة ما يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، أسوة بدول مجاورة تدخلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى في فرض كثير من العقوبات على الأنظمة، ولكن العراق لا نعرف السر الذي يكون بمنأى وما هي بمنع عن تلك العقوبات أو حتى المحاسبة، بل أن البعض يتكلم عن ربما حماية دولية قد تتهم بها حتى الولايات المتحدة في منع مساءلة الحكومة العراقية لانتهاكات حقوق الإنسان، وشاهدنا قبل أسبوعين ما حدث في ديالى والمقدادية من تهجير، ومع ذلك رغم مرور أسبوعين لم ترجع تلك العوائل إلى منازلها ولم تتصرف الحكومة مع المرتكبين، بل اتهمت جهة محددة بارتكاب تلك الجريمة، وما زالت الأمور تجري على هذا المنوال في كثير من مناطق العراق، في حزام بغداد، في محافظة ديالى، في نينوى، وكثير من المسائل. والسجون جزء من هذه المواضيع المأساوية في الواقع الإنساني التي تشير إلى أن الجهات القضائية لا تبذل وسعها ولا تحقق فيما تتهم به إدارات السجون أو الأجهزة الأمنية في
ممارسة بعض السلوكيات الشاذة التي تستدعي التدخل الحقيقي من السلطات الحكومية والقضائية لوقف تلك المهام. نعم، يعني أستاذ حسين، فيما يتعلق بهذه القضية، هل تعتقد أن إدارة السجن فعلا قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة عندما قدم هذا النزيل شكوى، عرضته على اللجان الطبية؟ هل هي فعلا بصدد انتظار الإجابة من محكمة تحقيق الكاظمية؟ يعني حقيقة هذه المسألة مهمة جدا، ربما أن ظهور شقيق هذا الشخص بهذا التسجيل وذكر اسمه يدل على شجاعة من هذا الشخص، يفتقر للأسف كثير من العراقيين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات، لكنهم للأسف خوفا على أنفسهم أو خوفا على عائلاتهم أو حتى خوفا على ذويهم المعتقلين من التعذيب أو التهديد أو الملاحقة أو العقوبات، يعني يضعفون أمام وسائل الإعلام في ذكر تلك المآسي والانتهاكات. ولكننا نشد على أيدي هذا الأخ محمود في عرض المأساة التي تعرض لها شقيقه في سجن التاجي، ونؤكد على ضرورة أن تنتهي التحقيقات بشكل شفاف ومرضي لهذا الشخص الذي يفترض كما قال بيان وزارة العدل أنه تم عرضه على لجنة صحية، وبالتالي ننتظر نتائج هذا التحقيق الذي إن ظهرت نتوقع أن لا تكون بمستوى الحقيقة المطلوبة في مثل هذه الملفات.